صباح الخير للجميع. احنا طبعا موجودين في منطقة النقب جنوب البلاد. الليلة قضيناها وفقنا لسه منحضر افطار. شكشوكة وقاعدين كمان من نعمل عملية تنظيف للمخيم جمع الخيام. لا بدها تبرم اللي عندك بجوز. قاعدين نجهز المخيم، نضب المخيم عشان ننقل لمكان اخر. كيف بيضبوا عند بعلاقة؟ هون خيمة تتسع. قديش تتسع يا ابو علاء خيمة؟ 8 اشخاص. 8 اشخاص. نعم. بس مش زي اذا احنا ما بنلاحظ اذا بنلاحظ انه الخيمه جمعها سهل جدا. ثمنها حوالي 2000 شيكل هاي الخيمه. تتسع لثمان اشخاص. عملية تنظيف للمحل كمان. احنا بنشوف المحل اللي احنا كنا فيه. ابو حسن يعطيك العافية. طبعا المحل احنا بدنا نتركه نظيف. ابو هاني طبعا الشيف هنا، الشيف ابو هاني مجهز الشكشوكه فطور للصبح. قدر تسوي دي مستويات هون. صباح الخير ابو اللواء. اهلا ابو خالد. شايف هيك قاعد بهدوء بتتامل الطبيعه وبتتامل هذا. ممكن في على وقع كمان هاي الاغاني الشعبيه ممكن تحكي لنا هيك اللي بدك اياه؟ لانه هذا ما في انترنت هون، بس احنا رايحين ننشر في مدار. اول شيء الصحراء لها جمال يختلف عن كثير مناطق ثانيه، وجمال الصحراء الهدوء اللي فيها يعني. فالواحد لما بيجي على الصحراء بيتمتع بالهدوء، والاشياء اللي بتنعمل هون يعني اشياء اللي هي تتناسب فقط مع الصحراء يعني، ومع الجو اجواء الصحراء. وانا كيف شايف لك عم بفادي الدنيا بدها تشتي هسه، طور روحك. فراح يكون فيضانات يعني. وجودنا خير. ان شاء الله وجودنا خير في النقب. بيستنوا بالمطر. مظبوط يعني. احنا بنص شهر 11 والدنيا بعدها مشتتش يعني بما فيه الكفايه. اما احنا موجودين المقصود هون بنص الوادي، فاذا بصير فيضانات يعني خلال دقائق بهون بتشوف المي جاريه. شو البرنامج بعد الافطار؟ البرنامج ان شاء الله بعد الافطار بدنا نعمل هيك جوله بالجبات يعني، في مسارات بالصحراء هون محضرها ابو علاء والشباب ان شاء الله، وبعدها نكمل يعني. في مفاجات كثيره على الطريق يا عمي ابو فادي. طيب احنا ما بدنا، خلي المفاجات تاخذ نعم. مفعولها. واحنا بنقول لك يسعد صباحك حبيبي ابو اللواء حبيب الشعب. يسعد صباحك حبيبي ابو فادي. تسلم. صباح الخير للجميع. نحن نتواجد الآن في قرية الخلصة المهجرة التي تقع في النقب جنوبي مدينة بئر السبع، بحوالي 50 كيلومتر، وغرب قرية بئر هداج، وشرقي خربة أبو غليون. هذه القرية
التي هجرت في عام 48، ومنشوف هنا هيك آثار إلها، آثار البيوت. منطقة مرتفعة نسبيا في هذه القرية، تقع على منطقة مرتفعة نسبيا في هذه المنطقة، منطقة جميلة جدا، ومعروف انه هي كانت ملتقى لطرق تجارية. هون بنشوف قريب من مركز بقايا انقاض، بقايا مركز الشرطة في زمن الانتداب، زمن الانجليز، مهدوم جزء كبير منه. منطقة جميلة جدا، احنا موجودين هنا في طقس جميل جدا، كمان من بعيد قاعدين بينادوا علي حاضرين الفطور، بينادوا علي عشان افطر. انا بستغل هذا الوقت طبعا لا التصوير. احنا الليلة بدنا هون في منطقة وادي خلصة، كيف احنا نشوف هون كثيف الأشجار، أشجار الإفل، وفي كثير نباتات هون، موسم إزهار النباتات الصحراوية، وعلى رأسها المتنان، نبتة المتنان. فإحنا هي المجموعة بيستنوا فينا، بيستنوا في عمليا، هن جاهزين وبدهن يفطروا بلا ما أكون عندهم. في طريقنا للإفطار. اختاروا هذا الموقع قريب من مكان التخييم. صباح الخير، يعطيكم العافية، صحتين وهنا. تفضل ابو هاني، شو اللي مجهز لنا اياه؟ تفضل. في شكشوكة، في لبنة، في افوكادو، وفي خبز بزعتر. الخبز بزعتر هذا اللي يعني ملائم للفطور، ملائم للرحلة. طبعا هذا يلا صحتين وعافية. انا بعتذر لان تأخرت عليكم، لانه كنت اصور هناك وانا اصور الان كمان، فبدنا نختصر تصوير ونشارككم في الافطار. صحتين وعافية، ونقدر نقول لكم الى اللقاء. لا بدون السمك سمتين كان احسن يا زلمه.